حلوكي يا ماما قوية. أرجع كنت زيك وإن شاء الله أنت طيب. عفاف يا أخي، كل سنة وأنت طيبة وأولادي قاعدين يعملوا في هذا البرنامج هم طيبين، وأسأل العلي القدير إنه تتحقق كل الأمنيات الخاصة والعامة ليهم هم وليكي وللوطن. آمين. شكرا لك. إن شاء الله آمين يا رب العالمين. بلادي أنا برنامج بيحظى أو بيحتفي بالناس بتكريمهم بإنجازاتهم بحاجات قدروا يقدموها. الشاعر السوداني ما لقى حظه من شاعرته، متفق معي؟ أنا بتفق معاكي. ولو راجعتي الأرشيف بتاع مقالاتي، أيوة، بتلقاها كلها بتنصب حول إنه يا وزارة الثقافة المبدع السوداني أو الشاعر السوداني ما موظف، صحيح، ما عنده معاش، وسنة الحياة لا بد له أن يشيخ، وسنة الحياة لا بد له أن يمرض أكثر عرضة للأمراض. أيوة، من أين له أن تحترم شيخوخته، ومن أين له ثمن فاتورة الدواء، وما أدراك ما فاتورة الدواء؟ صحيح والله. وعشرات المرات أنا بقول للمشاهدين الكرام بيسمعوا عن فلان الفلاني الفنان الكبير، والناس ما داير أقول بيتسولوا له، لكن الناس بيناشدوا الناس عشان بتعالج، عشان يعملوا رأب صدع، صح، للمصيبة الحاصلة اليوم. والمشكلة دي بتعود من سنة 56، يعني الناس عبر الحكومات المتعاقبة بتتعامل مع الثقافة على أساس إنها بنظرة صفوية، يعني يوم العريس يوم شنو، لكن الفهم في إنه الثقافة فعل يومي واستراتيجي ومن شأنه أن يقود الحياة، هذا الفهم حتى الآن لم يرسخ. ولذلك لو رسخ هذا الفهم لفرغوا المبدع، يعني ولو أنت تمشي تشيل مرتبك وبزيادة وإن شاء الله ما تجي الشغل، لكن على يقين إذا المبدع أو الشاعر لقى مناخ زي ده قطع شك، ما في حاجة بتوقفه، بيبدع. وبتجاني الشاعر السوداني حالة خاصة، الناس دايما بيسألوك الغنية دي جاتك كيف أو الإلهام، ده سؤال عادي يعني. ليه طيب؟ يعني كل قصيدة عندها إلهام معين أو شاعرية معينة. مثلا لو يعني لو أنا سألتك مثلا إذا الخاطر سرع عنك، في أريحية عالية في الشعر إذا الخاطر سرع عنك، مؤكد إنه راح ليك، وهو في ربى الأحلام قريب منك سقت غياماته واديك، وإذا خليتني في ظنك بتلقى الروح تهم بيك، وقيمة عمري بتبدأ لو أنك رضيت أحرس مرافيك، يا سلام، ومتع نظري بمحياك، هي بتشبع عيون فيك يا المخلوق بلون الطيف، أوصف فيك أوصف كيف يا الحيرت أوصافي، يا السر العميق خافي، بحر ما طالت مرافي، وأبلغ من وصف شاعر عشان تتخطى في قوافي، ومنك تبتدي الريدة وبعدك ريدة جد ما في. والله بجد. طيب انت عارف يا عفاف في مرحلة معينة، نعم، الخيال بيلعب دور، صحيح. الفكرة جاتني انا قاعد في المكتب في الهيئة القومية للثقافة والفنون، والمكتبي كان واسع، هناك في ولد وبنت بيحبوا بعض، نشبت بيناتهم معركة. المعركة البنت قالت له كلام ما معناته انت سرحت وين، انا ما قاعدة هنا. دي كل الفكرة حسبته بسرحة. انا قمت نيابة عنه عملت المرافعة، يا سلام، اللي هو هي بتفترض انه طالما هما الاثنين قاعدين مع بعض ما من حقه الدنيا يسرح. كلها هما الاثنين، يا سلام، في اللحظة دي اي حاجة تاني فيها مش الشعور، منك تبتدي الريضة، اي، وبعدك ريضة جد ما فيه. عشان كده يقول إذا الخاطر سرع عنك، يعني إذا أنا واضحة مش كده جدا مؤكد إنه راح ليك، يعني أنا خاطري سرع عنك ده سرح ليك أنت، فيك أنت نزال وانتهينا.
بعدين الناس حبوا الاغنيه دي جدا، ودي بفتكر دي وظيفه الشاعر. يعني وظيفه الشاعر هو ان يعبر نيابه عن كل اهله، او وممكن يعبر عن كل العالم، زي المتنبي لغايه هسه موجود، ولغايه هسه من استشهد ذاته، كلما انبت الزمان قناه ركب المرء في القناه سنانه. يعني شوفي الزول ده، شوفي كم 100 سنه داير يكلم الانسان يقول له الشجره دي ما تركب فيها حرب. يعني هي الكلمه اطول من العمر. ها؟ الكلمه اطول من عمر. ايوه اطول من عمر. ولذلك انا عارفك بتحبي القصيده دي. يعني طيب الابداع، الابداع عنده مكان وزمان ولا عادي في اي لحظه؟ الابداع ما عنده لا مكان لا زمان ولحظه ميلاد المصنف، اذا كان قصه او روايه او لوحه او اي حاجه، ايضا هي ما موقوته بميعاد معين، هي بتجي هكذا عفو الخاطر. صحيح. كل قصائدك بوتياني حب، يعني الحب في وصفه تنفع، حتى عندك روشتات عاطفيه للريب، يعني حتى تشبع المحبوب في جراحه وفي اذاه، وبتقدر توصف لي علاج. وحتى لما ازعل منه بقول لهم يسامحك، وما عشان عينك، عشان تتعلم وتصفح لو زمن جار بيك، وحاول لقدام لو قدرت كمان تقدر رقة الحب. يعني مثلا دي انا عملتها في الجامعة، وبعترف للناس اللي بيشوفونه بقول لهم كل سنة وهم طيبين، بقول لهم اعترف انه هذه قصيدة مؤلمة جاي تفتش الماضي. جاي تفتش الماضي، خلاص الماضي ولا زمان، وجفت مقلتي الباكية ونامت من سنين أحزان، وجاي تفتش الماضي، أرجع بالزمن مرة ويتذكر حكايتي معاك، تلاقي القصة جد مرة، هل راعيت شعور مضناك، وكل ما تزيدني في هجرك أقول لك زيدني ما أحلاك، لا شفع التوسل فيك ولا حرمان يوم همك، وجاي تفتش الماضي وجيت تترجب الدمعات، أسامحك أنسى أغفر لك، جفف دمعك الغالي مسامحك، وما عشان عينك، عشان تتعلم الغفران وتصفح لو زمن جار بيك، وحاول لو قدرت كمان تقدر رقة الحب. يا سلام. أهل قفلة دي عزة نفسي ما بي علي أسلم قلبي لك تاني، سنين الهجر بيناتنا وحاجات تانية حمياني، ولو رجع الحنين عاود، وليك من تاني وداني، ومكتوب لي تاني أحب، بحب إنسان يكون تاني. يا سلام. طبعا فيها كرامة عالية. أيوة. وبعدين أنا بفتكر يعني براي من وجهات نظر نقدية، لما نمرق من التجان اللي كتب القصيدة دي من وجهات نظر نقدية، بعتقد إنها هي قصيدة تانية أنا عملتها بتاعت أظلم من ظلم، بتاعت كم شفت من مجهول مصير، وشفت ياما وشفت كم، أنا شفت ناس ظالمين كتير بس أنت أظلم من ظلم، ويد عملت لموحية وحدي. أنا بفتكر إن هذه قصائد مؤلمة، لكن بتقوم هي بتخدم أغراض، يعني ممكن تغني الزول من إنه يقدم مرافعة. أيوة. قد يعني المرافعة أنا متأكد، لأنه هو ما شاعر بتكون أضعف. صحيح. لكن بس بديك الورقة دي لو زول مش شاغل بعدها تجيب قصيدة تقريبا. نعم. أو لو عنده حد، لأنه الكرامة برضه مغسلة الحب. أي نعم. في برضه يعني مرات بتحصل أسئلة شاعرية كده، يعني زول دايما بيسأل بيقول حاجات تانية حمياني دي شنو؟ الناس كلهم دايرين يموتوا ويعرفوها. وفي ناس برضه بيقولوا شنو هي كلمة اللي مست غرورك لمحمد يوسف موسى؟ المرحوم أستاذ محمد يوسف يا سلام عليك، ربنا يرحمه ويتقبل. هي زي ما بيقولوا خواجات، في مثل انجليزي يقول لك كيوريوزيتي كيل ذا كات، عارفه قصته؟ الفضول الكتل الكديسه وده، عارفه كتب ماتت كيف؟ سكت الكدايس. لا انت عارفه ماتت ما كيف؟ ما عارفه احكي لي انت. الكديسه في شعبه في البيت، وبعدين فوق خاتين دحلوب او برمه فيها لبن مجنن وسخنه جدا جدا. انت قومي يا الكديسه تعيني كده، ده شنو يا ربي؟ ايش هو؟ شغله بيشعله بيشعله، لقيت لها فرصه في الحافه بتاعت الدحلوب ده، نطت كشحت اللبن فيها، اللبن قتلها فعلا. فحب الاستطلاع قتل الكديسه. انا بفتكر
في النص. يعني الناس اللي بيسألوا السؤال ده بقول لهم يعني كل زول عنده حاجاته التانية الحام ياهو صح، ما خوف يا اجمل. وبعدين انت لو قعدت تتكلم عن التناقضات اللي حصلت وخلتك تحجم عن مواصلة هذه العلاقة الجميلة مع محبوبتك، تفاصيل كثيرة ما بتحتمل الأغنية. صحيح. عباسية محطة في حياتك؟ أوه، عباسية دي بقى يعني حدث ولا حرج. أي زول قام شاف الحلقة الوثائقية مع إبراهيم الصلاحي بيكتشف إنه أي زول عاش في هذه البقعة البسيطة بتاع بيوت الجالوس ده زول فنان وزول ممتاز بلا شك. فأنا بفتكر عباسية مكان عبقري. طب يعني زيدان إبراهيم؟ زيدان أي يعني زيدان الله يرحمه، يعني واحدة من الحاجات اللي كان محزنة جدا. قبل سنين كنت بقول له لما بيمشي بيلف زي 6-7 شهور مدن السودان بيسوق ومدعية حفلات بيجي شايل قروش كثيرة، وأقول له بتحرضني خالتنا أم الحسين أمه هي توأم توأم، فبقوموا ما بيتكلموا معي زيدان، بقول لي عنده قروش خليه يشتري البيت ده حق الورثة ده، ومشي يقول لي يا أخي أنت بتتحشر مالك. ما استفدت أي من كلامك. ما تتحشر يا أخي، البيت بيت الآخرة، ويقول وريني القروش يكون تحت البرش نايم فيه، يقول لي دي كلها بشتري 6 أبيات ما داير اشتري بيت يا اخي انت مالك، البيت بيت الاخر. يعني حتى بيت الحاج يوسف ده في الشقله تقريبا اشتريناه نحن، دخلنا معانا في خطه واشترينا العقار ده ب60 جنيه. حتى بعد ذاك لما جاء المشتري الجديد بتاع البيت بتاع العباسيه